اوكي جايز، يا رب اكون حاطه المايك بطريقه صحيحه. بما انه انا قاعده عم بدي احاول افهم هذا الكود، خلينا نفهمه مع بعض. سو انا حاولت اكتب كل الكومنتات اللي شرح لي اياها الدكتور، انه هلا احنا من 39 and below، كل هذا راح اشرحه، هنفهم مع بعض. هو عن الماشين ليرنينج. تتذكروا في الفيديو اللي قبل حكيت لكم انه انتوا بتختاروا فولدر جواته سب فولدرز، و الكود لحاله الماتلاب لحاله بيفهم انه هذا هو الكلاسز، كلاس هذا وهذا الكلاس. فهنا بدل ما نعملها مانيولي، هنا في هذا اللاين اوف كود، in this line of code IMDS actually منقول للماتلاب انه احنا عنا an image data store، وهذا ال data store محفوظ جوا الفايل data store، وحنعمل include السب فولدرز اللي جوا الداتا ستور فايل فولدر، و label source folder names. يعني انا I'm not exactly فاهمة ايش مقصود هون. I think انه المطلب يمكن بحكي لي هو شيء، يعني خلنا مثلا نعمل cut. ليش هي كمان يحكي لي ليش في error؟ يا الله ليش هيك ما عم يحكي لي؟ اوكي whatever. إذن we just take it as is. احنا عنا include subfolders، اوكي، وبحكي له انه subfolders هاي هم الكلاسز اللي احنا بدنا اياهم. طيب هذا اللاين اوف كود بيحكي للماتلاب بسهوله، مو لازم احنا نروح مانيولي نروح نختار فولدر وما ادري ايش، لا خلص بس بنحط هذا اللاين اوف كود والماتلاب لحاله بيفهم وبيحطها بالورك سبيس. هيو صار عندنا بالورك سبيس IMDS، وهو الماتلاب لحاله حيفهم. بعدين عندنا السكند لاين اللي هو هذا IMDS train و IMDS val و IMDS test. هذه is for training, validation and testing. منعمل split each label، يعني احنا عنا a large data set، فاحنا for each class نعمل split لل IMDS، انه هاي الداتا نعمل لها split 60% لل training، 20% لل validation، و 20% لل testing. اوكي ف هذه بس الـ percentages، هذا الـ line of code بيحدد الـ percentages. اوكي انا هلا قاعدة عم بسوي machine learning، فعم بحاول I'm trying to keep track of how long it's taking. يعني تخيلوا 261 minutes واحنا still iteration 550 out of 5610. This is crazy. اوكي المهم بعدين هون بنحدد الاوبشنز تبعت التريننج. اوكي انا رح اشيل اوكي اكشلي I'll go line by line. في اول لاين بنحدد التريننج اوبشنز. شو هاي ادم؟
بنحدد التريننج اوبشنز. في تاني لاين بنحدد الاكسكيوشن انفايرمنت. هلا حسب ما حكى لي الدكتور انه الجي بي انه هو كان يحط الجي بي يو، بس انا بالنسبه لي جربت الجي بي يو وشوفوا الايرور اللي بيطلع لي. جي بي يو از لو اون ميموري which can slow performance. وما ادري ايش اصلا يا ريت هو بس slow performance، هو ما كان يشتغل معي اساسا. يعني انا لما كنت احط الجي بي يو كان يطلع لي ايرور وما كان يعمل اكسكيوت الماشين ليرنينج. ف يعني this is something you can take into account، انه تحطوا سي بي يو او جي بي يو حسب ايش الاستخدام اللي انتوا عندكم. هسا انا ما بعرف اذا في التاسك مانجر بتبين هاي الاشياء، استنى اجرب. يعني هلا عندنا مثلا بالتاسك مانجر، هل في انا لابتوبي في مشكله معينه، انا ما بعرف. يعني شوفوا الميموري عندي استهلاكها عالي جدا جدا، والاستهلاك صار very high لما استخدم الماتلاب. يعني الماتلاب عامل المصايب معاي. اوكي والجي بي يو هو قليل، يعني انا ما بعرف ليش بيطلع لي انه انا ما يعني ما عندي جي بي يو او اشي زي هيك. والسي بي يو طبعا very high الميموري power usage. اوكي هلا بدنا نشوف الماكس اي بوتش. هلا الماكس اي بوتش، هلا انا ما بعرف ايش معناها حرفيا، بس هي بتشبه الايتريشن كونسبت، انه في ايتريشن. هون حتشوفوا انه هون، استنوا اصغر لكم هاي وافهمكم. شوفوا هون عندنا لو بتلاحظوا بهذا الـ يعني هلا انا فاتحه ماشين ليرنينج اوكي، وعم يعمل ماشين ليرنينج حاليا. في هون عندنا ايبوتش 1 فيها مثلا 100 ايتريشن وإشي زي هيك او اكثر، وايبوتش 2 هيو مثلا شوفوا ايتريشن 0 ل 190. ايبوتش 1 ايبوتش 2 هي من 190 ل 370 زي هيك. فهذه ايبوتش، انا اي دونت ريلي نو وات ات مينز. يعني احنا هلا مثلا ان سايكل ايبوتش 3 اوت اوف 30، وايتريشنز بير ايبوتش 187، والماكسيمم ايتريشن 510 5610. والفاليديشن يعني زي ما قلت لكم هاي السي بي يو. ف this is the epoch، انا دائما بخليها ديفولت. هاي كمان انا بخليها ديفولت، it's a shuffle at every epoch. I think انه هاي احسن انه shuffle at every epoch. validation data هاي اللي يعني نحددها. validation frequency 5. mini batch size هاي طلعت لي error هون. شوفوا try reducing the mini batch size training option، this warning will not appear again unless you run. فخلنا نجرب صح انتو مو شايفين انتو you can't see the ايش اسم هذا الايرور، سنة افرجيكم اياه. wait اوكي انا بحب اتأسف منكم لانه انا ما كنت اعرف، انا كنت اشرح لكم عن الوارنينج اللي اخذته عن الجي بي يو is low on memory which can slow performance due to additional مدري ايش، وما كنت افرجيكم المكان. انا كنت حابة اصغر الويندو على اساس يكون الكود اوضح يعني كبير، لانه دايما انا لما اشوف فيديوهات كودينج بتغلب. فشوفوا هون هذا الايرور اللي انا بحكي عنه، هون بطلع لي انه انا في عندي مشكلة بالجي بي يو. الظاهر انه الجي بي يو تبعي فياته هاي ميموري ولا
مستهلك زيادة عن اللزوم أو ضعيف، الجي بي يو تبعي ضعيف أو مستهلك أو إيش زي هيك، أنا ما بعرف. فهنا بيقول لي إنه try reducing the mini batch size training option، فالظاهر إنه تقللوا الميني باتش سايز إلها فائدة على السرعة البرفورمانس تبعت السبيد. ف due to additional data transfer with main memory. Okay, so whatever that means يعني. Okay. فهذا الايرور طلع لي. وعلى فكرة لما كنت احط الجي بي يو انا قلت لكم من قبل بس عشان ما كان باين الايرور، انا ما بعرف اذا موجود هلا الايرور ولا راح. لانه حرفيا ما كان يشتغل اصلا، يعني لما كنت حاطة جي بي يو الاكسكيوشن it didn't execute اصلا. اللي هو طيب خلينا نشوف نظبط الويندو تبعنا. وين كنا؟ كنا عند فقرة الميني باتش سايز، بعدين هون عنا الفيربوز. فيربوز هلأ هاي الله أعلم ناخدها زي ما هي، والبلوتس بتعمل لنا البلوتينج. اللود هذه هي اللي بتطلع لي الجرافيكال يوزر انترفيس اللي فرجتكم إياه هلأ قبل شوي، اللي هو هذا الاشي. يعني انا سوري، هذا الاشي الديب نتورك ديزاينر، هذا بيطلع فياته البلوتينج. هيو هدول البلوتس بفرجوكم البروغرس وهاي الاشياء الحلوة اللي بتطمنكم. بالاول هيك بيكون بعدين هيك. سو يس هذه بتسوي، هاي بتطلع من اللود، وهذه اللي actually هذه line of code اللي بتعمل الاكسكيوشن الحقيقية. اوكي هاي الاكسكيوشن، هذه net equals train network، هون بتحطوا الانبوت داتا للتريننج، وهون بتستخدموا الاسم من الworkspace. سنو افرجيكم، انا فرجتكم فيديو، في فيديو شرحت لكم عليه كيف تسووا اكسبورت، كيف تعملوا كيف تستخدموا هاي اسمه، كيف تعملوا اكسكيوت لهاي الكوماند، وبيطلع لكم النتورك ديزاينر وبتعملوا له ديزاين، بعدين لما تخلصوا النتورك بتعملوا اكسبورت، وبعدين هو بتسيف as this name، بتسيف بالورك سبيس. اوكي هو بيطلع لكم لاير جراف. فهذا هو، والأوبشنز هي هاي اللي حددناها هون. هاي هي الأوبشنز. تمام بعدين ايش طايل عنا؟ هاي اللي بتعمل execute، هذه اللي بتعمل الأشياء الحلوة، هاي بتعمل التستين predictions and scores، تعمل التست. وهادي بتعمل confusion matrix، هاي بتبين لنا confusion matrix. يعني بالمستقبل ممكن افرجيكم اياها، بس هي matrix حلوة. يعني مش عارف اذا عندي واحدة هون، لا ما عندي. اوكي بس هي هيك بتكون زي الدياجونال، الاكس والواي. الدياجونال هو اللي الكوركت سولوشنز، والاشياء اللي برا الدياجونال هي الايرورز اللي بتطلع.
وهاي الكونفيوجن ماتريكس اللي سي اوكي سو بس هذا هو الكود اللي انا بعرفه اللي فهمني يا الدكتور اللي كيف نعمل الايمج داتا ستور ونحدد البرسنتجز وهاي الاوبشنز ونخليها زي ما هي ونعمل لود عشان نشوف ال هذا بعدين هاي بنعمل تريننج وهاي بتعمل التستين وهاي الكونفيوجن ماتريكس يعني اذا مش ما يعني it's not necessary يعني عشان يزبط